ازيكم يا شباب؟ عاملين ايه النهارده؟ ان شاء الله هنتكلم سوا عن بقيه المحاضره الخامسه. كان فاضل لنا الاوبتمايزرز وتايبس اوف نيورال نتوركس والمشاكل اللي ممكن تواجهنا. يلا بينا على طول نخش في الاوبتمايزرز وهنخلصها على طول، واغلب الفيديو دوت هيكون بيتكلم عن التايبس اوف نيورال نتوركس. هي مقلوبه شويه في السلايدز، بس يعني انت عارف انا ما بحبش اكروتك، فهديها وقت اكتر شويه عشان بس تبقى فاهم الموضوع، ما تضطرش ان انت بقى تقعد تحفظ. فهنزود شويه صغيرين بس عشان نفهم الموضوع كله وهتنبهر صدقني. يلا بينا نبدا. بيقول لك في الاول ايه هي الاوبتمايزرز. الاوبتمايزرز فاكر لما كنا بنبتدي ان احنا بنحط حاجه راندوم زي الدبليو والبي واي بارامترز عندنا بنبتدي بيها راندوم، وبعد كده نقعد نعمل لها اوبتمايزيشن خطوه بعد خطوه لحد ما نوصل لافضل كومبينيشن من البارامترز دوت بيديني افضل اوتبوت. هي دي فكره الاوبتمايزرز، اللي هو الجوريزم بتاخد الحاجات اللي عندي تفضل تحسن فيها تحسن فيها لحد ما توصلني لافضل نتيجه ممكنه. ايه البيربوز بقى اللي هو كاتبها لك هناوت؟ اكسلريتنج الجوريزم كونفرجنس. ان انا ليه بختار الجوريزم عن الجوريزم؟ ان هي بتسرع لي عمليه الكونفرجنس. زي ما قلت لك ان احنا بنبتدي، لو ده الجراف بتاعنا مثلا، بنبتدي في نقطه راندوم، فدوت بيخلينا ننزل اسرع. الحاجه الثانيه ان هو بريفنتنج اور جامبنج اوت اوف لوكال اكستريم فاليوز، ان انا زي ما قلت لك ان هو بيخليك تتفادى ان انت تعلي الدنيا قوي في النقطه هنا وبعدين ترجع تنط هنا وبعدين ترجع تنط هنا وفي الاخر تفوت البوينت اللي انت عايز توصل لها اصلا. اخر حاجه خالص هي سمبليفاينج مانوال بارامتر سيتنجز سبيشالي ذا ليرنينج ريت، بيخلي ان انت عندك البتاع معتمد على حاجات غير الليرنينج ريت، فبيسهل لك عمليه الليرنينج ريت. وفي بعض الامثله اللي هنشوفها بيكون اصلا الناس جربوا حاجات كتير جدا بيكونوا توصلوا للهايبر بارامترز اللي انت بتحطها لنفسك ليها فاليوز، دي اللي بتطلع لك احسن اوتكم اصلا. فانت ما تحتاجش ان انت بقى تقعد تجرب وتفكر كتير، لا هم الناس جربوا وقالوا لك ايه احسن فاليو تحطها على طول، فبيسهل لك الدنيا جدا. هنا مديك شويه اسامي للالجوريزمز المشهوره: الكومون جي دي اوبتمايزر، المومنتم اوبتمايزر، النستروف، الادا جراد، الادا دلتا، الار ام اس بروب، الادم، الادا ماكس، والندم. تعالوا بقى نشوفهم واحده واحده كده. مش كلهم طبعا، ولكن هيدينا كم مثال على كل حاجه منهم. اول حاجه عندنا مومنتم اوبتمايزر. فكرته ايه بالظبط؟ فكرته ان هو بياخد الدلتا دبليو اللي عندنا العاديه اللي احنا شفناها قبل كده ويزود عليها حاجه صغيره. ايه فكره الحاجه اللي بيزودها دي؟ هقول لك، تخيل معايا مثال. لو انت عندك منحدر، حلو، حاجه عامله زي كده، لو انت سبت كوره في الاول هنا هي مع نفسها هتقوم نازله، صح؟ طيب هل هتنزل كده اسرع ولا لو انت اصلا مديها فرص او زقه صغيره في الاول اني فيهم هتوصل اسرع؟ اكيد انت مديها زقه، او بنفس بمعنى صح مديها انرشيا، او هو ده اللي هو كتبه لك تحت هنا. imagine a small ball rolls down from another point on the air surface. لما بتحط المومنتم تيرم اكنك بتدي الكوره زقه او انرشيا. فهي دي الفكره كلها، ان هو بينتروديوس تيرم كده صغير بيدي الكوره زقه صغيره كده، ده اللي بيخليها توصل اسرع شويه. لو بصينا على الجراف هنا هتلاقي تحت خالص بيقول لك دوت من غيرها كده ودوت بيها، هتلاقي بص اللي هو لما زقها وصلت اسرع. هنا ايه عملت؟ 1 2 3 4 5 6 7. هنا لا، عملت 1 2 3 4 5، فوصلت في خطوات اقل، وصلت بشكل اسرع وما حددتش كتير عن مكانها. هتلاقي الادفانتجز بيقول لك ان هو بينهانس الاستابيليتي اوف ذا جريدينت كوركشن زي ما احنا قلنا، لكن في الديس ادفانتجز بيقول لك ان انت عندك الليرنينج ريت والمومنتم الفا بتحطهم بنفسك. ايه الالفا دي؟ لو رجعنا هتلاقي ان انت الترم اللي انت بتزوده دوت في مضروب في حاجه اسمها الفا. الالفا دي عامله زي بالظبط زي ما الايرور اللي هنا كده انت بتضربه في ليرنينج ريت، هي نفس الكلام بالظبط. فانت بيبقى عندك هايبر بارامتر زياده انت بتحتاج تحطه بنفسك، واللي بيحتاج ان انت بتجرب اكتر من مره، فدوت بيزود الكومبلكسيتي شويه في الاول، بس لما توصل له بيخلي لك الموضوع احسن بكتير. طيب علشان يتفادوا حاجه زي كده قال لك عندنا حاجه اسمها الادا جراد اوبتمايزر. الادا جراد اوبتمايزر دي عباره عن ايه؟ ان هو بيغير الليرنينج ريت مره بعد مره، ما بيخليش الليرنينج ريت ثابت، بياخد الليرنينج ريت نفسه وبيقسمه على حاجه اسمها ار. هتقول لي طب يا عم في حاجه اسمها ار اهوت، يعني برده ما زال عندي اثنين هايبر بارامترز. اقول لك لا، خلي بالك الار دي حاجه بيسموها اكيوميوليتيف فاريبل. يعني ايه اكيوميوليتيف؟ يعني انكريسز كونتينوسلي. انت بتعمل له انيشلايز بزيرو، وايه عامل زي الكاونتر كده في المسائل اللي كنت بتحلها بالبرمجه. لو حليت مساله فيها كاونتر ولا حاجه بتخليه في الاول ايه انت مثلا كاونتر ايكوال زيرو، وبعد كده تقعد تقول له ايه سي بلس ايكوال حاجه معينه، فانت عمال بتزود عليه اكيوميوليتيف. هي نفس الفكره، انت بتحطه بزيرو وبعد كده بتزود عليه قيمه الجريدينت اللي انت جبتها دي بس سكويرد، هو هتلاقي سكوير جريدينت اكيوميليشن، وكل مره تقسم عليها. يعني ايه الكلام ده؟ يعني انت كل مره القيمه دي بتكبر، فكل مره الليرنينج ريت بيقسم على حاجه اكبر، فمعناها ان كل مره الليرنينج ريت بيصغر. ليه بقى بنعمل حاجه زي كده؟ تعال بص معايا على الصوره دي. فاكر الجراف اللي انا كنت رسمه لك دوت؟ هتلاقي ان انت عندك هنا بنبتدي من راندوم فاليو، وبعد كده بننزل نمشي خطوات واحده 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 واحده. هتلاقي ان انت واخد بالك المسافه دي اطول بكتير من المسافه دي، فاحنا في صالحنا ان الليرنينج ريت يقل، عشان كل ما نقرب بنبقى عايزين نهدي. يعني تخيل انت ايه رايح مشوار ومش عارف المكان فين بالظبط، بس عارف الحي بتاعه مثلا، فانت حركت من بيتك ماشي على الطريق السريع، ماشي بسرعه 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 بسرعه،
دخلت المنطقة هديت شوية، دخلت الشارع هديت شوية، رحت عند العلامة اللي هو قالك عليها بقى بتهدي خالص 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 وماشي بالراحة عشان لما توصل لها تقف عندها. هي نفس الفكرة بالظبط، انت طول ما انت بعيد انت قشطة، انا همشي بسرعة، همشي بليرنينج ريت عالي، لكن كل ما بقرب من المينيمم انا عايز اهدي شوية، عايز ابطئ الدنيا شوية. نرجع بقى للسلايدز. بس فهنا نفس الفكرة، ان انت الدلتا بتاعتك نفسها اللي انت بتعمل لها ابديت دي كل مرة بتتغير على حسب الليرنينج ريت، اللي هو كل مرة بيتغير على حسب الار، اللي هي كل مرة بتتغير على حسب الجريدينت ديسنت. مش بس على حسب الجريدينت ديسنت، انت بتجمعه على الار القديمة، عشان كده انا فوق هنا كتبت لك بلس ايكوال. تمام، هي دي كده كانت بلس ايكوال، ان انت بتاخد الفاليو القديمة وتجمع عليها الجريدينت بتاع المرة دي. تمام، هي دي فكرة الادا جراد. الكلام اللي فوق دوت نفس الكلام اللي انا لسه شارحه لك بس بشوية رغي. الميزات بتاعته ان هو بيقول لك ان الليرنينج ريت از اوتوماتيكلي ابديتد، كل مره بيعملوا من نفسه من غير ما تحط انت اي هايبر بارامتر زياده. لكن مشكلته في ايه بقى؟ ان الدينوميتور عمال يزيد، صح؟ ات كيبس اكيوميليتنج، فهتوصل ان انت بتقسم الحاجه اللي عندك فوق دي مثلا ممكن توصل على مليون مثلا في الاخر، which is حاجه هتطلع في الاخر 0.00001 مثلا، اللي هي اولموست زيرو. فالليرنينج ريت بيبقى حاجه هتلاقيها كده فيري سمول، فالالجوريزم اكنها ineffective، انا كده في مكاني، انا مش هوصل النهارده في سنتي دي، كان العربيه عطلت وانت نازل بتزقها، مش هتوصل، هتوصل بعد سنين بقى. فدي مشكله من ضمن مشاكله. عشان يتفادوا المشكله دي بقى ايه، عملوا الالجوريثم اللي بعدها او الاوبتمايزر اللي بعدها اللي سميناه ار ام اس بروب. الار ام اس بروب ده معتمد على ايه؟ معتمد على ان هو بيضيف حاجه اسمها اتينويشن كوفيشنت. الاتينويشن دي يعني ايه؟ بنسميها الريديوسينج فاكتور، يعني دوت بيحكم الليرنينج ريت اللي عندي دوت يقل بنسبه قد ايه. فهنا هتلاقي الار، اي نعم هي معتمده على الار اللي قبلها وعلى الجريدينت سكوير برضو، بس بتضرب دي في بيتا ودي في 1 ماينس بيتا. البيتا ديت انت بتحطها بنفسك، اللي هي هتلاقي تحت كده كاتب لك ان البيتا از ذا اتينويشن فاكتور. تمام، فدي بس اللي هي بتحجم الموضوع شويه، اللي هو بتقول له ما تقلش عن كذا وما تزيدش عن كذا، هي حاجه زي كده. تمام، عشان ايه الموضوع ما يضربش مننا ايه في السماء كده ونلاقي ان الموضوع ما بيتحركش، فده بيخلي الموضوع افيشنت اكتر. بعد كده بيقول لك ان احنا برضو عندنا الجوريزم بعيده شويه عن دول اسمها الادم اوبتمايزر. الادم اوبتمايزر دي كل اللي هو بيقول عايزك تعرفه عنها ان هي بتنتروديوس تو اديشنال فاريبلز ام وفي. طبعا ما تاخد يعني ما تنساش ان التي ديت هي وتي ماينس 1 ده التايم بتاع المره دي معتمد على بتاع المره اللي فاتت. بص على الفي هتلاقي ان هو بتاع المره اللي فاتت بالظبط، ان بس كان اسمها ار، كان بيقول لك ان ار تي هي ار تي ماينس 1 مضروبه في الجي سكويرد، بس دوت بنضربه في البيتا وده بنضربه في 1 ماينس بيتا. دوت هو الام هي بالظبط بس من غير السكوير، دوت مش عامل سكوير هنا. تمام، فبينتروديوس الاثنين فاريبلز دول، طبعا بيديني بريسيجن اكتر، ولكن ده بيجي على حساب ان انا محتاج احط هايبر بارامترز اعلى او اكتر من عندي، فبيديني في الاول كومبلكسيتي، فانت بقى بتشوف ايه الانسب للحاجه اللي عندك. في السلايد اللي بعدها مديك برضو القوانين اللي هو بيابديت بيها عشان تكون عارفها، دوت ودوت وقانون كمان تحت. وهنا بيقول لك بقى ايه، ان انت ممكن تفتكر ان انت محتاج بقى تحط ليرنينج ريت والبيتا 1 والبيتا 2 والكلام ده كله، لكن زي ما قلت لك في الاول ان الناس جربوا ولقوا ان الحاجه اللي بتطلع لك احسن فاليوز ان انت تحط البيتا 1 ب 0.9 والبيتا 2 ب 0.999 والايرور او الابسلون دي ب 10 باور نيجاتيف 8 والليرنينج ريت ب 0.001. ده حسب ما الناس جربوا لقوا ان هو بيخلي الادم اوبتمايزر بيكونفرج كويكلي، يعني بيوصل اسرع. كده خلصنا الاوبتمايزيشن، نخش بقى على النيورال نتوركس، وعايزك تركز معايا. اول نوع نيورال نتوركس معانا وما تخضش من الصوره اسمه الكونفولوشنال نيورال نتوركس. كونفولوشنال زي كلمه كونفولوشن دي هنا. تمام، طيب معتمد على ايه بقى الكونفولوشنال نيورال نتوركس دوت، او هو اصلا عباره عن ايه؟ انا قلت اشرح لك على الرسمه دي احسن عشان ايه الموضوع في السلايدز داخل في بعضه شويه. بنستعمله اولا في ايه الكونفولوشنال نيورال نتوركس دوت، وانا هقول سي ان ان بعد كده عشان الموضوع يبقى اسهل. بنستخدمه في السي ان ان دوت في الايمج ريكوجنيشن، ده اشهر استخدام ليه، يعني طبعا ممكن يستخدم في حاجات كتير جدا لكن اشهرهم وهناخد المثال عليه الكونفولوشنال نيورال نتوركس اللي هو الايمج ريكوجنيشن. اشهر مثال بقى بيتضرب في الايمج ريكوجنيشن ان انت تتعرف على الارقام، انت تدخله صوره ويقول لك الصوره ديت هتلاقيها على اليمين خالص كده، يقول لك الصوره دي هي 0 ولا 1 ولا 9 ولا ايه انهي ديجيت منهم. تمام، هنرجع للاير دي في الاخر. فهو بياخد الصوره كانبوت صوره ابيض واسود، فهي فيها بعد واحد بس، بياخد الصوره دي يطبق عليها حاجة اسمها الكيرنل او بنسميها الفلتر او ويندو، وممكن عليها مسميات غير دي بس تفهم ان الكيرنل هو الفلتر هو الويندو. ايه الفلتر دوت او عبارة عن ايه؟ بيمشي على الصورة بيدور على حاجة معينة فيها. يعني ايه؟ هوريك صورة تانية وارجع ونرجع هنا تاني. بص معايا على الصورة دي كده، وعايزك بس تتجاهل اللاير اللي فوق دي دلوقتي ونبص على التو لايرز دي. دي هنا كده
دي الانبوت لاير اللي تحت دي، تمام؟ ده رقم 4 انا رسمته، وايه والبرنامج دوت وراني ايه الفلترز بتطبق عليه. اللاير التانية دي هي اللاير بتاعت الفلترز، هتلاقي عندي هنا 1 2 3 4 5 6 فلترز، تمام؟ الفلتر دوت بقى بيديتكت ايه او بيعمل ايه؟ هتلاقي ان الفلتر الاولاني الحته اللي منوره فيه هي الايدجز او اللي بنسميها الهورزونتال ايدجز اللي من تحت، واخد بالك؟ يعني هتبص على 4 ايه، لو انت بصلها من تحت كده هتشوف ايه؟ هتشوف الحته دي والحته اللي تحت الصغيره دي، دول اللي هم اللي منورين في 1. بص مثلا على 6 هتلاقي دوت بيديتكت الهورزونتال ايدجز بس من فوق، هتلاقيه منور لك الحته دي بس من فوق. بص على 5 مثلا هتلاقي ان هو بيديتكت الفيرتيكال ايدجز اللي بالطول اللي واقفين كده دوت بس من اليمين. هتبص بقى على 2 و3 و4 هتلاقيهم معقدين اكتر شويه، ممكن ما تحاولش او يعني لو حاولت قصدي ما تبقاش عارف هم بيعملوا ايه. وهي دي فكره النيورال نتوركس، ان انت الهيدن لايرز اصلا انت ما بتكونش عارف هم بيعملوا ايه، احنا هنا بس بنأسيوم او بنشوف الاوتبوت بتاعها فبنقول والله واحد دي شكلها بتعمل كده، 5 شكلها بتعمل كده، عشان دي حاجات بسيطه شويه. لكن هتبص مثلا على 4 او 3 ممكن تفترض ان 3 بتديتكت الكورنرز دي، بس هتلاقي ان هي فيها كورنر من هنا فمش تفهم هو ايه ده. تبص على 4 هتلاقي بتجيب الحاجات اللي من هنا ومن هنا. بص على 2 بقى هتلاقي الموضوع داخل في بعض، انت ما بقتش فاهم هو ايه. مش مشكله، بس انا يعني بفهمك بس ان انت مش مطالب تكون عارف الفلتر بيعمل ايه، بس تفهم هو ازاي شغاله. هي شغاله ان هي بتديها الفلتر بتمشي على الصوره وتطلع منه حاجه هي فاهماها، تمام؟ تمام. نرجع بقى هنا، هتلاقي ان انت في حاجه اسمها كونف 1، دي اول مرحله كونفولوشن. بعدها حاجه اسمها ماكس بولينج. ايه بقى الماكس بولينج دوت؟ باختصار شديد، تعال نرجع للصوره الثانيه، اللير اللي انا قلت لك بقى طنشها فوق دي. اللير اللي فوق هي اللير اللي تحت لكن نسخه مصغره منها، بدل ما دي كانت ليها دايمنشن ان، اللي فوق بيبقى ليها دايمنشن ان على 2 غالبا، يعني بيقسم الصوره على 2 عشان يصغر حجمها. فانا بدل ما ادخل لك الصوره زي هنا كده 24 في 24، لا هدخل لك الصوره 12 في 12. فنبص هنا كده هتلاقي ان هي محتفظه بنفس خصائصها، يعني في الفلتر الاول لما صغر كده هو لسه منور الخط ده والخط ده، والفلتر السادس نفس الكلام لسه منور الحته دي والحته دي والحته دي، وخمسه برده منور الخطوط دي بالطول، وهنا منور الكورنرز، هتلاقي محتفظه بنفس الخصائص بالظبط، لكن اكنه عمل لها كومبريشن علشان يعرف يدخلها. انت خلي بالك ايه، احنا في النيورال نتوركس متفقين ان كل لاير بتبقى متوصله بكل لاير، فانت كل انبوت هو كل اوتبوت عفوا هو الانبوت بتاع اللاير اللي بعدها. فانا عشان ما ابقاش بدخل له الصوره الكبيره قوي دي، لا انا هدخل له ربعها بس اللي هو الجزء الصغير ده، تمام؟ فانا لما بعمل لها كومبريشن دوت بيخلي الموضوع عندي اسهل ومش بالتعقيد اللي هو كان فيه في الاول، تمام؟ حلو جدا. هتلاقي بقى ان هو كرر الكلام ثاني في حاجه اسمها كونف 2، برضو عمل حاجه اسمها كونفولوشنال لاير بالكرنل او اللي اتفقنا ان هو فلتر ثاني مختلف او فلترز مختلفه، ممكن يبقى اكتر من فلتر عادي زي ما احنا شفنا هنا، كان عندنا 6 فلاتر. طيب اللاير الثانيه دي بقى لازمتها ايه؟ بتعمل حاجه اعقد شويه او بتعمل فلترز اعقد شويه، بتكومباين الفلترز مع بعض. فانت في اول لاير دي مثلا عمل ديتكت للحاجات اللي بالطول والخطوط اللي بالعرض والكلام ده كله، هتلاقي في اللاير التاني بقى ان هو بيكومباين الاوتبوت بتاع الفلترز دي مع بعض ويديتكت الكورنرز. هيشوف والله انا ايه، انا لقيت ان انت لو لقيت ان انت عندك هنا خط بالطول وهنا خط بالعرض، لو لقيت النقطتين دول قريبين من بعض افهم ان انت عندك كورنر هنا. ممكن بقى في الليفر اللي بعدها لو لقيت ان عندك كورنر وكورنر اعرف ان انت مثلا عندك مربع في وهكذا. فعشان كده كل مرحله فلترز بتدي لك اوتبوت اعقد شويه، عشان كده بيقول لك ايه، كل ما بتزود اللايرز كل ما بتزود التعقيد وكل ما تعرف تديتكت فيتشرز اكتر شويه. فهي دي فكره الفلترز. طب الفلتر اصلا لما بيمشي بيشتغل ازاي؟ هنلاقي الفلتر شغال كده بالظبط، بيفضل ماشي. الفلتر نفسه بيكون عباره عن الجزئيه الصفراء اللي عماله تتحرك دي، جواه قيم. لو ركزت على القيم الصفراء دي هتلاقيها قيم ثابته 1 0 1 0 1 0 1 0 1، ايا كان الفلتر ده بيعمل ايه مش مشكله، بيمشي على الصوره كده بيعمل لها تريسنج واحده واحده ومربع مربع بنفس حجمه يعني، ويعمل دوت برودكت، بياخد كل سيل من دي ويعمل لها ايه، هنشوفها في الاستاذ برضو وهي ثابته ما بتتحركش عشان نفهم اكتر هو بيطلع الارقام دي على اساس ايه، تمام؟ حلو. بعد ما عملنا فلتر وطبقنا الارقام وطلعنا بالحاجه دي، لما نيجي نعمل بولينج بقى بنعمله ازاي؟ في حاجه اسمها ماكس بولينج، ان انا باخد كل مربع كده دوت واختار اكبر رقم فيه هو ده اللي بحطه عندي في الاخر، واختار اكبر رقم هو ده اللي بحطه عندي في الاخر اللي هي السبعه هنا. في طريقه ثانيه اللي هي الافرج بولينج، ان انا باخد بمشي على المربع كده كله واخد الافرج بتاعه، اجمع الارقام دي كلها واقسمها على عددها يطلع لي 7، اخد الارقام دي واجمعها برده واقسمها على عددها يطلع لي 8. فانت بتشوف انهي اللي انت محتاجه وتطبقه عندك، ماكس بولينج او افرج بولينج. طيب حلو الكلام ده. بعد ما نخلص بقى الكلام ده كله اللي هي سواء بقى لو عندي كونفولوشن 1 كونفولوشن 2 لو عندي بقى 3 4 5 ايا كان،
الكلام ده كله ايه واخد. وخلي بالك طبعا ان احنا بعد كل layer convolution بعد كل filters بنعملها بنعمل pooling عشان نصغر الموضوع اكتر. فانا لو داخل بصورة 28 في 28 بوصل في الاخر ان هي 4 في 4 عشان انا هنا عملت pooling مرتين. طيب بعد ما بعمل كده بقى بعد ما في الاخر بوصل لللاير اللي فيها ايه الموضوع متكامل في الاخر باخد الاوتبوت بتاعي اللي هي اخر لاير دي خالص كل الفلترز اللي عندي وارصها بقى بيكسل بيكسل. هتلاقي ان انا عندي هنا في الاخر اللي هي الفولي كونكتد لاير دي تمام باخد كل الفلترز اللي عندي او كل الصور اللي عندي وارصها بيكسل بيكسل. يعني انا بنقول ان هي 4 في 4 يعني هتكون حاجه عامله زي كده تمام. باخد اول بيكسل دي هي اول نقطه دي تاني بيكسل دي هي تاني نقطه دي واخر بيكسل دي هي اخر نقطه دي وكل الفلترز اللي عندي وكل البيكسلز اللي عندي برصهم تحت بعض. حلو الكلام. وبعد كده بوصل كل نود من دي بالايه بكل الاوتبوتس اللي عندي اللي هم التسع ارقام اللي عندي في الحاله دي وبيشوف بقى كل بيكسل من دول بتساهم في الاوتبوت بتاع رقم 0 و1 و2 الكلام ده كله بنسبه قد ايه. طب هو بيعرف منين بقى الارقام دي؟ ان هو بقى من تمنتور تريننج في الاول ان هو بيشوف كل الاربعات اللي عنده مثلا البيكسل اللي فيهم دي مثلا كلهم كانت سودا فيعرف ان دي لما تكون سودا رقم 4 هو احسن واحد ينور. والله البيكسل اللي تحت دي مثلا لو في بيكسل في النص كده دايما كانت منوره فيهم كلهم فالبيكسل دي بتساهم بشكل كبير ان الرقم ده يكون 4 وهكذا تمام في كل الارقام بقى وفي كل الصور اللي انت بتدخلها لي. تعالوا بقى نرجع للسلايدز هنفهم الموضوع بشكل احسن بكتير. هنا بيقول لك بقى ايه اول حاجه خالص بيقول لك ان هي بتانكلود الكونفولوشنال لاير اللي هي اللي بتطبق الفلتر البولينج لاير اللي بتصغر والفولي كونكتد لاير اللي هي اللي في الاخر خالص بقى اللي انت بتفرد فيها الكلام كله وبتوصله بالكلاسز اللي عندك. بيعرفك ان المصطلح طلع في الستينات عن طريق واحد اسمه هابل وويزل دول اتنين كانوا شغالين مع بعض هما اللي عملوا بروبوز للسي ان ان والنهارده ان هي بيقول لك ان هي النهارده مشهوره جدا وبتستعمل في حاجات كتير جدا اشهرها زي الباترن كلاسيفيكيشن فيلد. بنستخدمها ليه؟ عشان انت بتتفادى ان انت تعمل كومبلكس بي بروسيسنج الصوره وبتدي له صوره زي ما هي هو بيتعامل بيها على طول. ايه الكونسبت بتاعها زي ما اتفقنا ان هو اللوكال ريسبتيف فيلد بيقول لك ان انت الاوتبوت في الاخر عندك مش محتاج يكون عايز مش محتاج يكون شايف الصوره كلها على بعضها هو بس محتاج يكون شايف الحتت الصغيره اللي فيها. يعني ايه الكلام ده؟ يعني زي ما قلنا في حته بتشوف الحاجات اللي بالطول حته بتشوف الحاجات اللي بالعرض حته بتشوف الحاجات مثلا المايله حته بتشوف الحاجات اللي فيها كيرفات حته بتشوف الدوائر وهكذا. وعلى اساس دوت بيعمل حاجه اسمها بارامتر شيرنج ان انا الفلتر الاولاني لقى ان في خطوط في الحته دي الفلتر الثالث لقى ان في كيرفات في الحته دي او حاجات بالورب الكلام ده بيشيروا بقى الكلام ده مع بعض ويتوصلوا لفلترز معقده اكتر والحاجات معقده اكتر فيقدر يديتكت ان هو عن طريق الخط دوت والخط دوت والكيرف ده فانا اقدر اديتكت ان انا عندي ايه والله مثلا حاجه زي ربع دايره كده في الصوره حاجات معقده بقى زي كده تمام. فدي المين كونسبت بتاعت السي ان ان. هنا بقى هتلاقي نفس الكلام بس عشان كده كنت بقول لك ان الجراف مش واضح قوي هنا اهوت الكونفولوشنال لاير بعد كده بيصغرها عن طريق بولينج بعد كده كونفولوشن تاني ويعملها بولينج بعد كده فولي كونكتد لاير متوصله بالاوتبوت لاير عندك اللي هي كلاسز تحتها نفس الكلام ان هو بياخد الصوره ويعمل ويطبق الفلتر على جزء جزء منها بعدين بيعمل ماكس بولينج وبعدين الفيكتورايزيشن دوت ان هو بيفردها بقى زي ما قلت لك كده اهوت وبعدين يوصلها بالفولي كونكتد لاير وبعدين في الاخر بيعمل بقى بيوصلهم بكل الكاتيجوريز اللي عنده ويطلع البروبابيلتي بتاعتهم. دي طريقه السنجل فلتر زي ما قلت لك ان احنا ممكن عندنا اكتر من فلتر وعندنا فلتر واحد فده ازاي الفلتر بيشتغل ايا كان بقى هو كام واحد. الفلتر واحد بيشتغل ازاي ان انت بتدي له فلتر تمام وبتدي له حاجه اسمها بايس استنى شوف بايس دلوقتي عشان هو هنا زيرو وبعدين زي ما وريتك في الصوره عندك بتمشي بقى بالفلتر دوت على مربع مربع تمسك مثلا المربع ده تمام وتعال بس نبص على الصوره الثانيه هتلاقي ان هو هنا بقى نقل الفلتر بتاعه بالارقام الصغيره تحت دي 101010001 وبيضرب كل مربع في المربع اللي يوازيه. انا عندي هنا كان اصلا في واحد هضربه في واحد يبقى عندي واحد وزيرو واحد هنا زيرو هنا واحد هنا زيرو هنا زيرو هنا زيرو هنا واحد يجمع بقى الكلام ده كله يطلع له ان هنا في اربعه تمام. فهو عمل دوت برودكت ده نرجع تاني كده بيعمل دوت برودكت للفلتر مع المربع اللي هو واقف عليه هنا اهوت وفي الاخر بيطلع له حاجه اسمها فيتشر ماب هي اللي حطينا فيها هنا الاربعه طبعا اللون مش باين حطينا فيها هنا الاربعه ونشوف رقم اللي بعدها يطلع كام ونحطه هنا وهكذا 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 وهكذا. طيب عندنا مصطلحين هنا بقى عايزين نعرفهم وهما السترايد والبادنج. يعني ايه سترايد ويعني ايه بادنج؟ البادنج ممكن يكون معروف شويه لو حد اشتغل بالسي اس اس مثلا ان انت بيكون عندك الصوره نفسها او الحاجه او الكونتنت نفسه وانت بتروح مديله زي فريم كده حواليه. لو انا قلت لك عايز بادنج 1 على الصوره دي معناها امشي كده سيل كامله كده حوالين المربع كله واملاها لي صفار حواليه تمام وهكذا بقى ايه حوالين المربع كله. لو قلت لك 2 يبقى انت هتزود لاير كمان يبقى عندك صفار هنا كده برضه. طب ليه بنحط صفار؟ عشان احنا اتفقنا ان دوت دوت برودكت بياخد الفلتر ويضربه في الحاجات دي ويجمعها
فانا عشان انا عايزه ما ياثرش باخد الحاجه دي واضربها في زيرو وبعدين اروح اجمعها على الرقم بتاعي، فانا كاني بجمع زيرو اكني ما بعملش اي حاجه، فدوت اسمه بادنج. في الحاله دي احنا هنا كان عندنا ما فيش بادنج اصلا، لكن ممكن يبقى في بادنج بون زي اللي انا عملته دوت، ممكن باتنين ممكن بثلاثه ممكن باي حاجه انت عايزها. تمام، وهنا زي ما قلت لك بقى بيوريك ازاي الموضوع بيشتغل، وانا وريتك الصوره دي وهي بتتحرك، وهنا برده بيوريك ان الكونفولوشنال لاير شغاله ازاي تاني، انها بتمشي على الكونفولوشنال كيرنل، لو في بايس زي ما قلت لك بتزوده، بس احنا البايس عندنا كان بزيرو. وبعد كده بيدخل الموضوع على اكتيفيشن فانكشن اللي هو غالبا بيكون الريلو في الكونفولوشنال نيورال نتورك. خلي بالك ان الاكتيفيشن فانكشن ممكن يبقى ريلو او التان اتش او السيجمويد او اي حاجه من كده، اللي هي بس بتريجولايز او بتنورمالايز الاوتبوت بتاعي، بدل ما يبقى اوتبوت ارقام كبيره جدا لا بيعمل له مابنج ما بين الزيرو والوان او نيجاتيف 1 و1 على حسب الفانكشن بتاعي. بعد كده بعمل الاوتبوت دوت، وبعد كده بوصله بقى ايه بالكلام اللي في الاخر عندي. هنا برده بيفكرك بالبولينج لاير او بيشرح لك يعني بمعنى اصح ان هو بيقف على الحته دي، وبعدين ايه هنا ماكس بولينج فياخد اكبر رقم ويقوم رسمه هنا او كاتبه هنا، وبعدين يروح على اللي بعدها ياخد اكبر رقم ويقوم كاتبه هنا اللي هو 48. تمام، وهنا نفس الكلام وهنا نفس الكلام. وبعدين في الاخر عندك الفولي كونكتد لاير، اللي هي زي ما قلت لك ان انت بتعمل سترين او ستريتن للحاجات اللي عندك، ان انت تقوم فريدها كلها تحت بعضها دوت، وبعدين في الاخر بتدخلها على سوفت ماكس فانكشن. فاكر سوفت ماكس فانكشن اللي احنا قلنا ان هو كان مع لوجيستيك ريجريشن؟ اللوجيستيك ريجريشن لو بقسم حاجه على كلاسين بس، لكن لو اكتر من كلاس بقى وعندي اكتر من فاريشن او من اكتر من اوبشن او اكتر من كاتيجوري، بستخدم السوفت ماكس فانكشن، هو اللي بيعرف يعمل الكلاسيفيكيشن للكلام ده بطريقه كويسه. هو لسه واخد بالي ان انا نسيت، قلت لك ان عندنا حاجه جنب البادنج او غير البادنج اسمها السترايد. السترايد دوت بيعرفه يمشي كام خطوه، يعني ايه؟ يعني انا اول مره وقفت على الكلام اللي بالاحمر ده، المره الجايه المفروض ان انا امشي خطوه واحده واخش على اللي بعدي على طول. لو عملت كده يبقى السترايد عندي جنب واحد. طيب هاخد بس اللون الاحمر تاني. طب لو انا كنت على الاحمر ده اساسا ونطيت على ده كده، يبقى انا كان نطيت مربعين، فساعتها الاسترايد باتنين. فناخد بالنا ان الاسترايد هو عدد الستبس، ممكن تعرفها برضو اس واس او اس تي واس تي، استرايد وستبس، والبادنج هو البوردر اللي حواليها، يعني احنا ممكن نحط صفار حواليها. تمام، دول مصطلحين مهمين نكون عارفينهم. بعد كده بيقول لنا عندنا نوع تاني من النيورال نتوركس غير السي ان ان اسمه الار ان ان او ريكرنت نيورال نتورك. هو هنا مش وحش في السلايد دي، فتعالوا نبص عليها من السلايدز على طول. الريكرنت نيورال نتورك ميزته في ايه؟ ان هو مش معتمد بس على الاوتبوت بيخش مره ويخرج من الناحيه الثانيه، لا ممكن يلف ويخش تاني ويلف ويخش تاني اكتر من مره، عشان كسمها ريكرنت. فبيستعمل في الحاجات اللي فيها ان انت محتاجه اكيوميليشن، ان انا مثلا اشعه فحطيت الاشعه مره، بعدين حطيت الاشعه مره تانية فوقيها، وبعدين مره ثالثه فوقيها، وبعدين مره رابعه او مش فوقيها بس يعني باخد الداتا اللي عندي اولا، وبعدين اشوفها في المرحله اللي بعدها، وبعدين على المرحله بعدها، وابتدي اقارنهم ببعض بقى واشوف والله في تحسن مثلا ولا لا. حاجه مثلا زي الفيديو بروسيسنج بيكون في اكتر من فريم بيحطوا برده ورا بعض، واشوف ايه الفرق اللي حصل بينهم، فاعرف اعمل كومبريشن لايه واحسن ايه والكلام ده كله. تمام، فالشكل بقى بيكون عامل ازاي؟ بيكون بالشكل اللي قدامنا دوت على اليمين. الاكس دوت الانبوت بيخش بويت بنسميه يو، وبعدين النود نفسها اللي عندي بيكون في حاجه اسمها اس او دوت الفاليو اللي هي شايلها، وبعدين بتطلع الاوتبوت بتاعها للاو بويت في. تمام، وبعدين بتلف الفاليو اللي جواها برده لنفسها تاني بحاجه بويت اسمه دبليو. ايه دبليو؟ اي فيو اي يو، هم كلهم دبليو بس قيم مختلفه، فبالتالي سميناها اسامي مختلفه. تمام، ونخلي بالنا ان الريكرنت نيورال نتورك المره دي شغاله بالتنش مش بالسيجمويد. تمام، هو المتعارف عليه ان هي تبقى شغاله بالتنش. يعني تعال نفرد بقى الموضوع شويه، هي كانت كده قلنا، بس بتكون فانكشن في التايم. يعني ايه؟ يعني انا ممكن مثلا دي الفريم الاولاني عندي، الاوتبوت اللي بتطلعه زي ما اتفقنا ان هي بتطلع دبليو لنفسها، فبتطلع فبتطلع الاوتبوت بتاعها بويت دبليو للاس اوف تايم. ده الكلام ده ايه؟ ده كان اللي فات ووصلوه للتايم اللي احنا فيه حاليا، وبعدين قامت موصلها للاس تي بلس 1، وبعدين هتوصله للتي بلس 2، وهكذا تفضل ماشيه ايه في التايم. وفي نفس الوقت انا كل مره بحدث الانبوت بتاعي، كل مره بحدث الانبوت بتاعي، وبالتالي كل مره بحدث الاوتبوت بتاعي. فهتلاقي ان انت عندك كل نود داخلها اتنين انبوت، الانبوت الاساسي بتاعك وايه والانبوت بتاع اللي فاتت، وكل نود برضو خارج منها اتنين اوتبوت، الاوتبوت بتاع المره دي والاوتبوت بتاع النود اللي بعدها. تمام، ايه بقى انواع الريكرنت نيورال نتوركس اللي عندنا؟ عندنا 1 تو 1 ان هي بادئه من 1 من 1 وواصله في اخر انها بتطلع اوتبوت واحد بس، او ان هي تكون 1 تو ميني ان انت بادئ بحاجه واحده وبعدين بتخرج اكتر حاجه، ميني تو 1 اللي هي عكسها. عندنا ميني تو ميني اندايركتد، يعني ماشيين وبعدين بيخشوا في حته ويخرجوا الناحيه الثانيه، او ميني تو ميني دايركتد اللي هي ماشيه في اتجاه واحد على طول مع بعضها. فاكرين الباك بروبجيشن اللي احنا كنا قلناه ان انت بتمشي فورورد بروبجيشن عشان تحسب الاوتبوت بتاعك، وبعدين على اساسه بترجع بقى باك بروبجيشن تحسب الايرور لكل لاير من اللايرز اللي عندك. التلات خطوات بتوع البي بي تي تي او اللي هو باك بروبجيشن ثرو تايم، ان انت بتكمبيوت الاوتبوت فاليو زي ما اتفقنا،
وبعدين بتحسب الايرور على اساس كل قيمه من القيم اللي كل نيورون عندك، يعني بتحسب الليير اللي قبلها كانت شغاله ازاي. وبعدين الخطوه الثالثه ان انت بتعمل كومبيوت للجريدينت بتاع كل ويت وبتعمل له ابديت. تمام، الابديت في الخطوه اللي بعدها. معلش، طيب ايه بقى المشكله اللي ممكن تحصل لي في حاجه زي كده؟ هنرجع مؤاخذه، الكاميرا فصلت بس واخد بالي بس لحتى قبل الفيديو يخلص. يلا بينا نكمل. طيب ايه المشكله بقى اللي بتواجهني في الموضوع دوت؟ ان لو رجعنا لورا كام خطوه كدوت، خلي بالك ان انت الاوتبوت بتاع السيل ده عباره عن ايه؟ عباره عن الانبوت اللي داخل لها اللي هو الاكس دوت في الويت بتاعه اللي هو اليو، زائد الانبوت اللي جاي لها من اللي فاتت اللي هو الاس، زائد مضروب في ايه؟ في الويت بتاعه اللي هو الدبليو. حلو. طيب هو اس دبليو ده عباره عن ايه؟ لو بصينا على اللي قبلها هنلاقي ان هو بتاع الاكس مضروب في اليو زائد الاس مضروب في الدبليو، هو ده كان عباره عن ايه؟ اكس مضروب في اليو زائد الاس مضروب في الدبليو وهكذا. فانت تقعد تعمل تسلسل كبير جدا، تسلسل كبير جدا، فكل ما الموضوع بيكبر كل الموضوع بيعقد واحتماليه الايرور اللي عندك بتكون اكبر. تعالى بص بقى اللي هو قايله لك اهوت، هي دي التشين اللي عندك اللي هو بيقول عليها دي. كل ما بتزود التايم سيكونس كل ما التشين دي بتزيد قوي. زي ما قلت لك انت بتضرب الاكس في اليو بتاعها والاس في الدبليو، وبعدين تقول ان الاس اصلا دي هي كانت عباره عن السيجمويد فانكشن دوت، اليو في الاكس برضو والدبليو في الاس، وبعدين تقول طب ما هي الاس دي اصلا كانت عباره عن السيجمويد اليو في الاكس والدبليو في الاس، وبعدين تقول ان هي دي، وهتقعد بقى تتشين جوه نفسك لغايه ما تزهق بقى. بس في نفس الوقت انت عندك الار ان ان ايه؟ عندها ليميتد ميموري كاباسيتي، فما تقدرش تخزن الكلام ده كله، فلازم يحصل لوس، فده ممكن ياثر على الافشنسي بتاعتها. طيب عشان نتحايل بقى على الموضوع ده عملنا ايه؟ العلماء توصلوا للاختراع اللي بعدها اللي هو اسمه لونج شورت تيرم ميموري نتورك، او بما يعرف بيه ال اس تي ام، لونج شورت تيرم ميموري. تمام، ده بقى عباره عن ايه؟ مش عايز اتعمق في تفاصيله قوي عشان ما تلخبطكش، ولكن هديك لقطه صغيره كده اهوت، لو لمست معاك هتفهم الموضوع كويس قوي. قبل ما نبتدي بس انا عايز اعرفك ان النوتيشن دوت يعني سيجمويد، وطبعا تان اتش يعني تان اتش عادي ما فيهاش مشكله. تمام، عشان هتلاقيهم موجودين هنا كده اهو. طيب لو تفتكر السيجمويد دوت كان بيعمل ايه؟ كانت بتلاقي شكله عامل كده اهو، ما بين الزيرو وما بين ال1، وفي النص هنا كده كان النص دوت عن 0.5. حلو، فالفانكشن دوت السيجمويد بيماب للفاليو بتاعتك ما بين، نقدر نقول كده ان هي كده من 0 ل 1. حلو، والتان اتش كانت بتعمل ايه؟ نفس الكلام كده بالظبط، ولكن كانت ما بين نيجاتيف 1 وال1. حلو، طيب فنقدر نقول ان التان اتش بتعمل نورماليز ما بين ال1 والنيجاتيف 1، يعني هل تزيد ولا تقل ولا ايه اكن الدايركشن بتاعك يعني. لكن السيجمويد بتخلي الحاجه ما بين 1 وما بين 0. طيب فكر معايا كده دوت، لو الحاجه اتضربت في 0 هتختفي، لو الحاجه اتضربت في 1 اكنها زي ما هي، لو الحاجه اتضربت في النص اكني بقول لك ان هي اهميتها مش مهمه قوي. فاهم؟ فكل ما الرقم بيقرب من الزيرو، كل ما الاوتبوت بتاع السيجمويد ده بيقرب من زيرو، معناها ان الرقم اللي هيتضرب فيه مش مهم قوي بالنسبه لي، وكل ما الرقم اللي بيطلع بيكون قريب من 1 معناها ان الحاجه دي اهم، فايه فتمسك بيها شويه واحتفظ لي باكبر قيمه تقدر عليها منها. دي نفس دي بقى الفكره اللي مبنيه عليها اللونج شورت تيرم ميموري. تخيل ان انت دلوقتي ايه، رايح تشتري منتج جديد من على سوق دوت كوم مثلا. تمام، فانت قعدت بقى تقرا الريفيوز اللي عليه كلها، عندك 10 ريفيو، فانت تاخد اول ريفيو عندك تقرا كل الكلام اللي فيه، وبعدين تاني ريفيو بتاكيميوليته على وجهه النظر اللي انت يعني كونتها من اول ريفيو، والتالت بتكون عليهم وهكذا. طيب تخيل بقى ان اول واحده منهم دي كانت بتقول لك والله المنتج دوت كويس جدا، المنتج دوت انا قدرت اعتمد عليه، المنتج دوت كذا كذا كذا، انت دماغك هل هتخزن الكلام ده كله ولا بتدور على كيوردز معينه زي كويس واعتمد عليه؟ واحد مثلا بيقول لك والله المنتج دوت كان بالانسد وكويس، جود برايس، طب العكس برايس جود، وات ايفر. تمام، فانت دماغك بتختار الحاجات المهمه اللي تحتفظ بيها وتطنش الكلام اللي ملوش لازمه علشان ما ياخدش ميموري زياده. دي نفس الفكره كلها، الكلام دوت هو داخل الحاجات اللي هو عايز يحتفظ بيها بتخش على سيجمويد، بتطلع بفاليوز قريبه من ال1 اللي هي 0.9 مثلا او 1 او وات ايفر، الكلام اللي ملوش لازمه بيطلع منه فاليوز قريبه من الزيرو عشان ايه؟ يطنشه. بص بقى عندك هنا ايه في الدياجرام اللي في النص دوت، من غير بقى ما اعقد لك الدنيا هنا اهوت، التان اتش زي ما اتفقنا ان هي اللي بتنورمالايز الاوتبوت بتاعك، بدل ما يطلع لك مثلا مره 490 ومره نيجاتيف 500 وفي النص يطلع لك مره 2 مثلا، حاجات بعيده قوي عن بعضها، دوت بياخد الكلام ده كله كده يفعصه او يضغطه بين 1 ونيجاتيف 1 عشان تعرف تشتغل على رينج قليل. حلو، فالتان اتش دوت الجزء الاساسي او دوت البادي اصلا بتاع السيل اللي عندي او الجزء دوت عندي من النتورك. تمام، دوت التان اتش هو اللي بينورمالايز كل كومبوننت. السيجمويد دي كلها بتعمل ايه بقى؟ ان انت مره بتعدي على الانبوت، مره بتعدي عليها الانبوت بعد ما عملت له كونكاتينيشن مع اللي فات، ومره بعد ما عملته بقى مع التانش والكلام ده كله بتعدي عليها تاني،
زي ما قلت لك السيجمويد بيعرفك ايه اللي تحتفظ بيه وايه اللي ما تحتفظش بيه. فدي كده فكره اللونج شورت تيرم ميموري. تمام، بس كانت مشكلته ان احنا عندنا الاتش اوف تي وعندنا الاكس تي بلس 1، بس كانت مشكلته ان في اكتر من حاجه بتدخل وبتخرج. هتلاقي ان انت عندك هنا حاجتين داخلين وعندك حاجتين خارجين، فالحاجات دي ايه كانت معقده شويه. فعملوا انتروديوس لحاجه اسمها الجيتد ريكرنت يونت، ان هي بتاخد اتنين انبوت بس وبتخرج واحد بس، وهتلاقيها من جوه ابسط شويه، فيها اتنين سيجمويد واحد تان، واللي قبليه كان فيه ثلاثه سيجمويد واتنين تان. وهنا برضه هتلاقي ان البلس والماينس حاجات اقل شويه، وهو كتبهم لك على جنب هنا. مش محتاج تفهم الكلام ده كله، بس انا زي ما بقول لك السيجمويد دوت محطوط، هو دوت اللي بيعلمه، هو ده اللي بيقول له ركز مع دي معلش وطنش دي دلوقتي. والتنش زي ما قلنا ان هو بتلاقيه اخر خطوه غالبا قبل ما يخش على الاوتبوت خالص، عشان ايه يعمل له نورماليزيشن بقى، عشان لو حاجه فرقم فرقع منه ولا حاجه يدخله تاني في الرينج اللي احنا شغالين عليه. اخر نوع بقى معانا هو الجان او الجنريتيف ادفرسيريال نتورك. دي عباره عن ايه بقى؟ تعال نخش على الصوره اللي بعدها بس عشان اشرح لك الموضوع اكتر. النتورك دي بتبقى شغاله من جزئين. النتورك دي بتكون عباره عن جزئين، الجزء الجنريتور وجزء الديسكريمينيتور. تمام، جزء الجنريتور دوت انا بدخله الصور اللي عندي اساسا في الداتا. تمام، هو بيعرف شكلها عامل ازاي. بعد كده بقوم مدخله صوره كلها عباره عن نويز بس، صوره اي بيكسلز عشوائيه، وعلى اساسها بيخرج لي صوره تشبه ايه الحاجه اللي عندي دي، يعني الحاجه الاصليه اللي انا مديها له. بعد كده بيخش اللي هما الاثنين كده على الجزء الثاني اللي اسمه الديسكريمينيتور، بيحاول بقى هو يتعلم هل الصوره اللي انت مدخلها دي اصليه ولا فيك والجنريتور هو اللي عملها لي. نرجع بقى ورا كده دوت، تلاقي بيقول لك ان الجنريتور بياخد نويز بنسميها زي، بعد كده بيفضل هو النويز دي بتكون متوزعه ايفنلي بحاجه اسمها الجازيان ديستريبيوشن، وبعدين بيعتمد بقى على حاجه اسمها المالتي لاير بيرسبترون والماكسيمم لايت لود استيميشن والحاجات دي كلها، الجوريزمز هو بيشتغل بيها، بيعمل ماب بقى للكلام ده كله للسامبل سبيس اللي انت مديها له اساسا، اللي هي ايه الانبوت اللي عندك. تمام، عشان يقدر يطلع لك حاجات شبه الريل داتا اللي عندك. الجزء الديسكريمينيتور بقى بيعمل ايه؟ بياخد الريل سامبل والفيك سامبل، وبيتعلم منها او بيقول لك في الاخر بيديترماين ويذر ذا سامبل از ريل اور فيك سامبل. تمام، الجان ده بقى بنستعمله في ايه؟ في حاجه زي الايمج جنريشن والتكست جنريشن والسبيتش انهانسمنت والايمج سوبر ريزولوشن. انت دلوقتي حاسس الجان يعني، طب انا لو معايا داتا هحتاج ان انا اجنريت داتا منها ليه؟ طب ما الداتا معايا اصلا. هقول لك لا، خلي بالك ده اصلا النوع الوحيد اللي انت اتعاملت معاه دايركتلي وعارفه بس انت مش واخد بالك. تقول لي طب زي ايه كده؟ دوت عارف ابلكيشن ريميني؟ ريميني اللي هو كان ايه بياخد الصور بليرد وايه ويكبرها او يعملها انهانسمنت. ده شغال ازاي؟ ان هما بيدوله الصور الكويسه اصلا، وبعدين يدوله الصور البليرد، وهو بيحاول يرستور دي تاني. فمع نفسه بيكون عنده داتا بيس كبيره جدا من العيون، داتا بيس كبيره جدا من الوشوش، داتا كبيره جدا من البق والرموش والكلام ده كله. فلما ياخد صوره بقى معموله بلر بيقارنها بكل الحاجات اللي عنده، يقدر يجنريت صوره بني ادم على حسب الصوره اللي انت مديها له دي اصلا. فانت مديله معرفه ان في عين هنا باللون الفلاني بس هي مضببه شويه، وفي عين هنا في صوره نوت فيها هو باين ان في هنا عين وفي ملامح بس مش شغاله كويس، فبيعمل جنريت لصوره جديده خالص على حسب الداتا اللي انت مديها له. فبيطلع له في الاخر ان هو اكنه عمل اوبتمايز للصوره، لكن هو فعليا بيجنريت صوره جديده خالص عن طريق الداتا اللي انت مدخلها له كانبوت حاجات بتوجهه يعني. فبياخد نفس الحاجات اللي عندك دي ويحطها، بس بيزودها بقى ايه، بيجيب عين من عنده مثلا ويخليها بالكلام ده، بق من عنده شبه البق اللي انت في الصوره اللي عندك دوت، بس يعمل لهم زي مورفين كده مع بعض. دي طريقه الريمينيل اللي شغال بيها. حاجه ثانيه مشهوره جدا برده ممكن تكون اتعرضت لها مره في حياتك، موقع اسمه this face doesn't exist. الموقع دوت لو دخلت عليه، تعال نخش عليه مع بعض كده، بتفتحه بتلاقي صوره في وشك، صوره شخص واقعيه وقعت يعني واقعيه بطريقه مرعبه، لكن الشخص دوت هو فعليا مش موجود. هتلاقي تحت كده على اليمين كاتب لك ايه، كاتب لك imagined by a gen، عامل لك هايلايت عليها كده اهوت تحت على اليمين اهي، imagined by a gen اللي هي جنريتيف ادفرسيريال نتورك اللي احنا هنتكلم عليها دي، بيسموها ستايل جن 2، ده اسم الالجوريثم، في ديسمبر 2019 الناس دي اللي عملوها في تبع شركه نفيديا. وبعدين هتلاقيها حتى انا سايب لك ثلاث لينكات بيعرفك الحاجه دي شغاله ازاي، وبعد كده هتلاقيها حاطط لك حتى الكود اللي انت تقدر تشتغل عليه، ده الكود اوريجينال وكود لايت وكود سيمبل. وبعد كده حتى دي كاتب لك سايب لك الكود اللي هو اتعمل بيه عشان اوبن سورس، يعني تقدر تجرب بيه بنفسه. تفضل بقى تقول انذر، تطلع لك صور لناس، صور يعني صوره زي دي مثلا قلشت منه، هي ما طلعتش دقيقه قوي، تفهمش هو الراجل ده لابس كاب ولا شعره باين. تخش على صوره تانية ما فيهاش غلطه تقريبا، صوره كمان. تفضل بقى تلعب معاه كده اهوت، بيجيب ملامح الناس، والناس كلها مش موجوده، ولكن هو معتمد على داتا عنده. بيجيب الوش من هنا على المناخير من هنا، وتقدر يرسم حاجات شبه الناس اللي عنده، ان هو يدخلهم كلهم في بعض.
عايز بقى انت ايه فاضي شويه وزهقت من الماشين ليرنينج وعايز تتعلم وعايز تقعد تلعب مع نفسك شويه، خش على الموقع التاني دوت اللي هو ويتش فيس از ريل. الموقع دوت بيديك صورتين مع بعض وانت تقول له انهي فيهم الحقيقي وانهي فيهم اللي فيك. يعني مثلا لو دوست على دوت الريل قال لك انت غلط، الصوره اللي على الشمال دي هي الحقيقيه واللي على اليمين دي هي اللي فيك، ادي اتخلعنا اهو. تقول له بلاي جين مثلا، يديك صورتين مين فيهم اللي ريل ومين هم اللي فيك، تقول له الشمال دوت هو اللي ريل، يقول لك اه والله برافو عليك، يقول لك هو والله برافو عليك الشمال هي اللي ريل. اقعد بقى انت ايه عيش مع نفسك، بس طبعا بعد ما اخلص الفيديو، يعني خلص الفيديو بقى نروح نعمل اللي انت عايزه. اهو ده بيقول لك بقى الفكره اللي بيشتغل بيها الجنريتيف نتورك، ان هي بتاخد الجازيان نويز دي وبتطلع لك السامبل بتاعك، والديسكريميتور بياخد الانبوت عباره عن الريل سامبل والجنريتد سامبل، ويطلع لك احتماليه ان هو يكون ريل او احتماليه ان هو يكون فيك. تمام، ده بقى القانون اللي هو شغال بيه. الفانكشن اسمه مين ماكس، بياخد الديسكريميتور والجنريتور مع بعض، هما الاثنين كده قطعه واحده يعني، وبيشتغل باللوج والفانكشن دي كده عشان يطلع لك الكلام بتاعك. بيقول لك ان انت في بدايات المرحله بتاعه التريننج بيكون الاوتكم بتاع الجنريتور ضعيف جدا، يعني الجنريتور اصلا لو انت بادئ بيه فهو ما عندوش سامبل داتا يطلع لك حاجات شبهها، فبيطلع فبياخد النويز وبيطلع حاجه اي كلام، فالجنريتور بيعرف يفشه بسرعه يقول لك لا يا عم ده فيك ده تعبان. فانت علشان تخليه قوي في الاول انت بتقلل الجزء بتاع الدي علشان تدي فرصه للجي ان هو ايه يتعلم اكتر. هتلاقيه مكتوب تحت هنا بيقول لك ان احنا بنختار ان احنا نترين الجي اونلي بان احنا بنقلل اللوج بتاع الدي دوت، ان احنا بنخلي الدي ده ينهمشه شويه عشان نظبط الدي الجي في الاول. تمام كده خلصنا نيورال نتوركس. فاضل اخر حاجه اللي هي كومن بروبلمز، هتلاقيها ما فيش اي حرف جديد تقريبا، كلها حاجات احنا عارفينها بس بيلملك في الاخر. اول حاجه الداتا امبالانس، ان انت يكون مثلا عندك داتا سيت كبيره جدا فيها كاتيجوريز كتيره جدا، زي ما هو بيقول لك مثلا 2000 كاتيجوري فيها 4251 صوره، وكل كاتيجوري فيها صوره واحده بس، يعني انت قلت له خد دي قطه وده كلب ودي ضفدعه ودي عصفوره، بس صوره واحده لكل حاجه منهم. لما دخلوا صوره تانية بعد كده ما عندوش داتا كافيه يعرفوا اصلا ان انت تعمل حاجه زي كده او ان هو يعرف يديتكت حاجه زي كده. فدوت اشهر مشكله عندك، فان انت عشان كده بيقول لك لازم تبقى عندك داتا سيت كبيره وكل كاتيجوري منها صور كتير جدا عشان يعرف يديتكت الفيتشرز بينهم ويطلع لك حاجه تعتمد عليها زي ما قلنا. تمام طيب بنحل الكلام ده ازاي؟ بحاجه اسمها راندوم اندر سامبلنج، ان انا اقلل بقى السامبل اللي عندي، ان لو في حاجه فيها سامبلز كتيره جدا وحاجات تانية فيها سامبلز قليله جدا اقلل الحاجات الكتيره. يعني مثلا عندي 20 قطه و20 كلب و500 عصفوره، لا انزل العصافير دي عشان تبقى ايه زي الكلاب والقطط، فيبقى الموضوع كله ايه نفس الحاجه. الراندوم اوفر سامبلنج، ان انا باخد نفس السامبل واديها له تاني. ساوندز ان افيشنت بيكوز اتس ان افيشنت، الموضوع مش ان افيشنت خالص وبيعمل اوفر فيتنج دايما، ان انت واخد نفس الصوره عملت تدربه عليها هو حفظ الصوره دي خلاص، فدي مش حاجه محببه خالص. فبنعمل ايه السنتيتك ماينوريتي اوفر سامبلنج، ان انت ممكن تاخد صوره تلفها، ممكن تدخل صورتين مع بعض تقول ان الصوره دي فيها عصفورتين مش عصفوره واحده، يعني بتتحايل على الموضوع شويه. ولكن طبعا احسن حاجه انت تجيب داتا اصلا كويسه من الاول. حاجه ثانيه اسمها فانيشنج جريدينت اند اكسبلودنج جريدينت، زي ما اتفقنا في الار ان ان كان عندك الحاجات كلها ايه مبنيه جوه بعضها وكلهم عمالين يتضربوا في بعض. فلو انت عندك الحاجه اللي تضرب فيها دي طلعت اصغر من واحد، معناه ان انت عمال تضرب في رقم مثلا 0.9، هيفضل يصغر 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 لحد ما يفانش خالص هيختفي. والحاجه الثانيه لو الرقم اللي تضرب فيه اكبر من 1.1 مثلا، الرقم ده يفضل يزيد 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 لغايه مع الوقت هيفرقع خالص، هيزيد كبير جدا. تمام بنحل الموضوع ده ازاي؟ بنحله ان احنا بنعمل حاجه اسمها جريدينت كليبنج، هتلاقيها مكتوبه تحت هنا جريدينت كليبنج. جريدينت كليبنج ده عباره عن ايه؟ هتلاقي هنا زي ما بقول لك اهوت، لو انت بتقول ان انت اللي عندك دوت اصغر من واحد ده معناه ان هو هيفضل يصغر خالص لغايه ما يطلع لك فانيشنج جريدينت، ولو هو العكس لو هو اكبر من واحد هيعمل لك اكسبلودنج جريدينت. فبنحل الموضوع دوت بالجريدينت كليبنج ده. تمام الجريدينت كليبنج دوت عباره عن ايه؟ عباره عن ان انت اكنك برضو بتقصه او بتديله حيز يشتغل جواه. تعال نبص على الصوره دي كده اهو، هتلاقي ان الكلام ده من غير الجريدينت كليبنج طلع بره الداتا خالص وينزل هنا ويروح هنا وعمال يطير في كل حته. بالجريدينت كليبنج انت كانك بتقول له دوت المسار بتاعك اللي انت تشتغل فيه بس ما تخرجش براه، كل ما يجي يطلع بره تقوم قصه او تقوم ايه محجمه شويه، تقوم محوط عليه من هنا وبعد محوط عليه من هنا لحد ما ايه تحجم له بس المسار اللي هو المفروض يمشي فيه. بعد كده عندنا الاوفر فيتنج، قتلناها بحسن واتكلمنا عليها مليون مره مش محتاجين نتكلم عليها. الكلام ده هتلاقيه هو هو بالظبط اللي احنا قايلينه في كل الكلام اللي فات. بس كده احنا خلصنا. بيقول لك ان احنا الشات دوت اتكلمنا عن نيورال نتوركس البرسبترونز وازاي بندرب البرسبترونز والكلام ده كله، اتكلمنا عن الكومن تايبس بتاعت نيورال نتوركس السي ان ان والار ان ان والجي ان، اتكلمنا عن المشاكل اللي بتواجهنا مع نيورال نتوركس كاي اي انجينيرز. تمام واخر حاجه خالص شفنا ازاي نحل المشاكل دي. عندنا كده اربع اسئله نبص عليها بسرعه، ترو اور فولس كومبيرد وذ ريكيرنت نيورال نتورك، الكونفولوشنال افضل للايمج ريكوجنيشن،
افتكر كده اني واحده فيهم اللي كنا بندخل لها الصور تعمل لها ريكوجنيشن او كلاسيفيكيشن، تلاقي طبعا الكونفولوشن نيورال نتوركس فعلا هي المور سيتبل. تمام، برضه بيقول لك ان الجان دي ديب ليرنينج موديل بيعتمد او هو اكتر حاجه بروميسنج في الان سوبرفايزد ليرنينج للكومبلكس ديستريبيوشن ان ريسنت ييرز. دي كمان حاجه ايوه، ان انت بتدخل له صور كتير جدا بيتعلم منها ويقدر يعمل لك كمان صور زيها، فدوت الجان مرتبط بالان سوبرفايزد ليرنينج. تمام، التالت سؤال هنا بيقول لك ان في اكتر من نوع للنيورال نتوركس، اني واحد من دول مش نوع من الديب نيورال نتوركس؟ احنا عندنا سي ان ان وعندنا ار ان ان وعندنا ال اس تي ام، بس ما عندناش لوجيستيك، فدوت هيكون هو الحل بتاعنا. اللي بعديه ده بقى مالتي تشويس، ممكن تختار اكتر من حاجه. بيقول لك في كذا امبورتنت كومبوننت في الكونفولوشن نيورال نتوركس اللي هي السي ان ان. تمام، ايه من الموجودين عندنا دول كان في الكونفولوشن نيورال نتوركس؟ تعال نفكس للسولوشنز دي بس ونفتكر كانت عباره عن ايه. كانت عباره عن الانبوت، وبعد كده بيخش على كونفولوشنال لاير اللي هي اللي فيها الكيرنلز والكلام ده كله او الفلترز، وبعد كده بتخش على البولينج، وممكن الكلام ده يتكرر اكتر من مره مرتين مثلا، وبعد كده بيخش على الفولي كونكتد لاير، وبعد كده بنوصل الكلام ده كله ايه بالاوتبوت. تعال بقى نشوف ايه هو جايب لنا من هنا. الاكتيفيشن فانكشن، الاكتيفيشن فانكشن هو فعليا جزء من الكونفولوشن لاير، فنقدر نقول ان هي تمام. والكونفولوشن كيرنل هو كمان جزء من الكونفولوشن لاير، فيبقى تمام. البولينج موجود عندنا، وكمان الفولي كونكتد لاير موجوده هي في الاخر خالص، يبقى الاربعه معانا. تمام، بس كده يا شباب، شكرا لكم كده، وصلنا لاخر المحاضره بتاعتنا واخر الكلام اللي احنا هنشرحه. اتمنى ان الفيديو تكون ساعدتكم، اتمنى ان تكونوا استفدتوا. لو في اي حاجه مش واضحه او اي حاجه محتاجينها ابعتوا لي او اكتبوا لي في الكومنتات. شكرا، اشوفكم في الفيديو الجاي. سلام.